انت كنت هداف الدوري لاكثر من مره الحمد وادائك يعني ملحوظ ومشهود له واهدافك واضحه جدا. بس الحقيقه الاهم من الاهداف هو قصتك في الترقي مع الكوره. انا بدايتي كانت في مركز شباب صنافير دي بعد اليوب في الاليوبيه. فكنا دايما البيت بتاعنا الاساسي كان مركز شباب صنافير. مركز الشباب كنا بنحب الكوره وما كناش بنروح بيوتنا خالص. فكان في اي بطوله كانت في مركز شباب كنا بنروح نلعبها لان احنا موجودين ولاد النادي. فكنا اي بطوله بنروح نلعبها في دوري مركز الشباب. زي ما حضرتك سمعت حضرتك طايره لعبت طايره، يد لعبت يد، سله لعبت سله، فتنس طاوله، كان كل جميع اللعب لعبتها. فالحمد لله بفضل الله كان ربنا بيكرمني حاجه بحبها اسمها كوره. يعني انت بالنسبه لك ما يهمش شكل الكوره، ايه المهم انها كوره، مش مهم كبيره صغيره منقطه ساده، مش مهم. هي اللعبه المفضله بتاعتي كره القدم. بس اما احنا تعودنا في مركز الشباب كان اي بطوله تخش بيجيبوا عناصر معينه تخش تمثل مركز الشباب. فمثلت مركز الشباب في جميع اللعب بفضل الله. فالحمد لله بدات لعبنا، كان بيعملنا دورات حول مركز الشباب اللي كنا بنلعب فيها. فدوره بنلعبها ربنا كرمني كنت جبت 5 تجوان في الدوره ديت. فنادي اها جم اتكلموا معايا وقالوا احنا عايزينك معانا تلعب معانا درجه رابعه قسم رابع. فقلت لهم مفيش مشكله، انا كنت بقى في مركز الشباب فخطوه بقى يعني مركز دوري مركز الشباب دي حاجه وانك تلعب درجه وتتسجل اتحاد دي حاجه ثانيه. فقلت لهم مفيش مشكله، رحت لعبت عندهم 20 سنه. ايوه عايز اسالك سؤال، حد مثلا من قريتك او من المركز كان لاعب مشهور، لاعب في نادي كبير، يعني قول لي كده كان بالنسبه لك ايه دليلك؟ مفيش، بس هو ده طموح يعني، هو مفيش حد عندنا في البلد خالص ان لعب دوري ممتاز خالص. في البلد اللي حواليها كان مانجا بقى في ناشئين الاهلي وبريم عبد الخالق، كان في كل المراكز اللي حولنا فيها معظم اللعيبه بتلعب في الدوري.